أكد رئيس فريق عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة الدكتور عبد الله الربيعة بأن المرحلة الحاسمة من عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسنة وحسينة قد اكتمل وأنه تبقى عدة ساعات لإعادة الترميم. وكان الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوأم السيامي بقيادة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة بدأ عملية فصل التوأم السيامي النيجيري إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.